في حفلة للمطربة الكندية بلونديش دي، يعني الحفلة دي المفروض تتعامل في مصر، وفي مقاطعة كبيرة وطلبات كتيرة من مواطنين مصريين بإلغاء الحفلة اللي مزمع إقامتها في الساحل الشمالي الشهر اللي جاي. والسبب بمنتهى الوضوح والصراحة اللي بلونديش بتقول إن الفلسطينيين إرهابيين، يعني بتنتقص من الفلسطينيين. هي ناويين يعملوا لها ثلاث حفلات يوم 26 يوليو اللي احنا فيه دلوقتي ضمن جولة عالمية هي تحت عنوان أبراكادابرا. تتولى تنظيم الحفلات دي منظم الحفلات شركة منظم الحفلات اللبناني ربيع مقبل، وبتتراوح أسعار التذاكر ما بين 6000 و2500 و3500 جنيه. حفلات الدور الثاني في العالمين هتعمل حفلات تانية هتعملها في 30 أغسطس. الموقع الرسمي للفنانة الكندية أعلن إن هي هتعمل حفلتين في 9 أغسطس و11 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان الأبرا كادابرا. بولونديش دلوقتي بعد ما المصريين طلبوها أو طلبوا بإلغاء الحفلات قالت إنها بتدعم فلسطين. بلونديش دلوقتي قالت احنا بندعم الفلسطينيين، او ان هي بتدعم الفلسطينيين ومش شايفاهم ارهابيين ولا قتلة زي ما قالت قبل كده. في فنان مصري بس سريعا بيوضح سبب المطالبة بإلغاء حفل دي جي للكندية بلونديش. نشوف جزء سريع من الفيديو اللي اتكلم فيه الفنان واليوتيوبر المصري امبارح عن الموضوع ده. البوست اللي نزلته يوم 12 اكتوبر بتدعم فيه الكيان الصهيوني ضد الارهابيين، وبتقول في المكان ده قريب من قلبها لان هي حضرتها بتلعب ليل ونهار في تل ابيب. بوست لحد النهارده عندها على الصفحه بتاعتها يوم 12 اكتوبر. يوم 31 مايو ده بعد كل المجازر. يعني هنشوف الناس هتقاطع ولا مش هتقاطع. عموما هي رجعت في كلامها وقالت انها بتدعم الفلسطينيين.